كثر اللعابه اللي يكون ضروري سنين حيد ديال اللعابه ولا ثلاثه سنين حيد باش كدير هذه العمليه هذه كتشوف على حسب لي فونس اللي انت محتاج ليهم ميمكنش تكون مثلا فونس عندك فيه لعابه وتخلي واحد فرق فيه 30 عام ضروري خصك تحيدو هاد المساله هذه بالنسبه لي انا عاليه في الكره كتوقع اي فرقه كتوقع فيها غير انا باش نلم ما حيت كثرت الهضره بزاف انا قريت البارح في الفيسبوك البارح يعني في علق على هادشي اللي كتب شي حاجه اللي ما عندها حتى علاقه بالكره وهو اصلا ما عندوش علاقه بينا حنا وما كنعرفوش حيت انتم ما كتعرفوا انا كنقول لكم دائما الدراري راه كاين اللي كيقلب غير على النشاطي كيقلب على شي حاجه باش ينوض الرويله وليدي الفتنه بلا شكون ولا هاد الحوايج هادو خصكم ما تطيحوش فيهم نتوما وانا راه عيطت على حمزه قلت له خصك تجي انت معانا انت هو الفرقه انت تساهم فيه في هاد الفرقه باش طلعت هاد العمليه هادي انت معانا وانت ديما معانا تجي تريني مرحبا تجي تخدم معايا في التيران مرحبا خصنا نبقاو اسره وعائله حيت الكره كتسالي هادشي اللي بغيتكم الدراري ديروا في راسكم حنايا راه خصكم قبل ما نديروا فرقه ديال الكره خصنا نكونوا خوت نكونوا عائله بيناتنا ما تخليوش يبقى يدخل بيناتكم الشرك بيناتكم السوسه حيت ملي كتكون اسره جروب مع بعضياتكم حاجه اللي كتضر واحد كتضركم كاملين كتعاونوا كتحترموا بعضياتكم هذه راه من اسباب النجاح البلاد راه هذه هي اللي كتعطي النتيجه راه ماشي الخدمه في التيران الخدمه في التيران راه مهمه ولكن انا بالنسبه ليا هذا هو اهم حاجه حيت الا ما كانش الانسجام بيناتكم وكنتو نتوما بحال الخوت راه واخا نجي للتيران انت هذا مدابز مع هذا هذا ما كيهضرش مع هذا هذا ما كيبغيش يضحك لهذا راه واخا غنخدموا غنخدموا مسائل تقنيه ولا تكتيكيه ولا بدنيه راه ما غاديش تكون النتيجه اول حاجه كنأسيستي عليها هي هذه اللي تكون الخوت تقبلوا الضحك ديال بعضياتكم شي حاجه كتضر شي واحد يجي يقولها لنا حشم لنا يهضر معايا انا يهضر مع محمد نحلوا اي مشكل نقدروا نحلوا اي مشكل عنده الحل فهمنا الدراري الحمد لله دابا هذا الجروب اللي كاين كما قال احنا باقي غنزاد معنا شي داري عبد الرحمن رانا مشيت هضرت معاه باش تعرف باللي راه جاو ولا اللي قواري ويعاونكم بزاف انتم كتعرفوا غادي يديكم كيعرفوا راه ماشي اي واحد غيمشي عايط عليه غيدير عليه فهمنا باش تعرفوا القيمة ديالكم تعرفوا القيمة ديال الفرقة اللي نتوما فيها ما تحضروش ريوسكم الدراري باش تقول ما تحضروا الفرقة اللي فيها نتوما راه عندكم فرقة بمستوى كل واحد كيضربكم الحساب واي واحد كيحسبكم على هذا الشيء اي واحد كيحسبكم على هذا الشيء علاش كنقول لكم انا دائما الهضره ديال بنادم من الزرقاء ما تسوقولهاش ما نسمعوهاش انا كيهمنا حنا كيهمنا راسنا كيهمنا الخدمه ديالنا الحمد لله دوزنا عامين مع بعضياتنا ديال في المستوى كان فيها نجاح كبير حققنا صعود جوج المواسم متتاليه رغم الاكراهات الماديه اللي كاينه رغم بزاف المشاكل اللي كثيره ما كنلقاوش فيها فين تريني وبعض المرات فيها حصه جوج وبعض المرات حصه على برا حتى هادو راه من الاكراهات اللي كاينين ولكن الحمد لله قدرنا نتغلبوا عليهم قدرنا نحققوا بزاف ديال الحوايج اللي هي ايجابيه بالنسبه لنا وانا بغيكم تبقاو غاديين في هذا الاتجاه هذا العام ان شاء الله غادي نلعبوا في القسم الثالث ممتاز القسم الثالث ممتاز كيف ما كتعرفوا انتم راه 30 مباراه 30 مباراه راه مايمكنش الانسان يلعبها الا ما كانش كيتريني والا ما كانش دار واحد البريباراسيون بالمستوى راه ما يقدرش الدراري جاي عام كامل يلعب 30 ماتش حنا راه لعبنا الكره وكنعرفوا الحوايج هادو الكره دابا الحديثه راه كلها انتم كتعرفوا كتشوفوا الكره المستوى ديالهم كان وصل لفاش بالعمل وبالخدمه فما كاينش حاجه اللي تجي ساهله وانا كيعجبني الانسان يكون عنده داك الطموح التحدي انا ما كرهتش هذا العام نطلعوا الدراري حتى هذا العام نقدروا نحققوا الصوره اذا كانت انتم عندكم نفس الرغبه ونفس الطموح ونخدموا ونتعاونوا مع بعضياتنا وراه ربي غادي يستر الامور وغيكون ان شاء الله غير الخير خص تكون عندكم نتوما العزيمه وتكون نتوما الضاغيين باغيين تحققوا الهدف كيف ما كتعرفوا انا قلت لكم 30 مباراه خصنا نبداو بريباراسيون على بكري راه البطوله خصنا تبدا في الاخر ديال تسعود ولا في الاول ديال 10 يعني تقريبا واحد الشهر ونص ولا يعني راه خصك تبدا دير وقيتك دير وقيتك خصنا نبدا
غنبداو البريباراسيون ديال الدراري سنحضروا كاملين، راه ما يمكنش يبقاو يجيو خمسه يترينيو شي لاخر ما كيجيش، باش ملي كيجي الجروب كامل يخدم راه كتعاونوني حتى انا وكتعاونو راسكم، حيت ملي كيكونوا خمسه كيترينيو وخمسه وعشره ولا 11 ما كيجيوش، ما كيكونش داك التوازن في الفرقه، دائما كيكونوا النيفو متفاوت واحد بيت واحد، حنا هادشي اللي ما بغيناش، غادي يكون كلشي عنده نفس المستوى.